أوضاع معاشية صعبة يعاني منها طلبة البعثات في الخارج نتيجة عدم صرف رواتبهم. طلاب المتفوقين المبتعثين للولايات المتحدة يعانون من أوضاع معاشية صعبة ومحرجة بسبب تأخر المصرف التجاري العراقي TBI بصرف مستحقاتهم لثلاث أشهر. حول هذا الموضوع تنضم ويانا صفانة محمد، طالبة مبتعثة للولايات المتحدة. مساء الخير صفانة. مساء النور. يا هلا بيك. أهلا وسهلا. يا هلا بيك. شنو مشكلتكم صفانة بخصوص صرف مستحقاتكم؟ ليش مستحقاتكم يعني ما استلمتوها خلال الثلاث أشهر الماضية؟ وين المشكلة؟ المشكله انه احنا صار لنا تقريبا من يوم 20/3 لحد الان واحنا ما مستلمين اي مستحقات اي رواتب لمده شهرين ونص تقريبا. الراتب للجنه العليا اللي هي مسؤوله عن ارسالنا الى الدول الاجنبيه للدراسه بتقول لنا انه هي ارسلت قوائم الرواتب 5 من كل شهر الى المصرف العراقي للتجاره حتى يحول الرواتب، لكن المصرف العراقي للتجاره عنده مشاكل ويا البنوك الوثيقه. لما الراتب عنده مشاكل عفوا ويا من؟ عنده مشاكل ويا من؟ ويا البنوك الوسيطة اللي هي بأمريكا. البنوك الوسيطة بأمريكا وبريطانيا طبعا بريطانيا مو بس أمريكا، يعني حتى طلاب بريطانيا هم ماتين. يعني عنده مشكلة ويا البنوك الوسيطة بالولايات المتحدة وأيضا بريطانيا. نعم نعم. وهي المشكلة صار لها شهرين ونص وبالتالي أنتم ما مستلمين مستحقاتكم. طبعا هي المشكله مو بس شهرين ونص، على اساس انه المصرف العراقي للتجاره ابلغ اللجنه انه العفو على اساس انه البنوك الوسيطه ابلغت المصرف العراقي للتجاره قبل شهر من هاي الشهرين ونص، يعني المشكله صار لها ثلاث اشهر انه البنوك الوسيطه ما تقبل حوالات. زين ثلاث اشهر ونص ماكو حل للمشكله مالنا احنا كطلاب ندرس بالخارج ظروف معيشة. هاي المشكلة من خلال اتصالاتكم مع زملائكم فقط بالولايات المتحدة وبريطانيا لو بدول أخرى؟ طبعا إلى حد قريب كانت المشكلة أيضا تضم طلبة استراليا، لكن قبل أسبوع تم تسليم رواتب لطلبة استراليا وحاليا إحنا فقط طلبة أمريكا وبريطانيا نعاني من هذه المشكلة. زين صفانة، حضرتك شو الدرسين؟ يعني أي مادة؟ طالبة دكتوراة على ما أعتقد. اي نعم انا طالبه دكتوراه اختصاص فيزياء. زين بعد ثلاثة اشهر او بعد شهرين ونص وما استلمتوا مستحقاتكم، خليني بصوره وضعكم المعاشي. بالتاكيد هناك مأجرين مو هالشكل، على اعتبار انه الحكومه تعطيكم فلوس وانتم تأجرون وعليكم الاكل والشرب والملابس والى اخره حتى النقل، مو هيك؟ طبعا استاذ. بالتالي بعد شهرين او بعد شهرين ونص من عدم استلامكم لمستحقاتكم، شنو طبيعتكم المعاشيه؟ شنو وضعكم المعاشي الان؟ طبعا استاذ واحنا دا نعتمد حاليا على المساعدات من الاهل والاصدقاء، يعني واكيد اكو طلاب ما عندهم ناس اصلا تجزلهم لا اهل ولا اصدقاء، بالتالي هم يعني بيتقنطون باللي عندهم اصلا، وجزء انه الاجور مع فواتير الكهرباء والمي واجور السكن هي تتضاعف عليهم، لانه كما معروف اصلا الدول العالميه الامريكيه والبريطانيه انه الفواتير اذا تاخرت يوم او يومين راح يصير عليها شارج، يعني راح تكون زين. انا بس اريد اعرف، انتم طلاب مبتعثين للولايات المتحده ضمن برنامج حكومي اطلقته الحكومه الماضيه، مو ضمن يعني ضمن برنامج البعثات الدراسيه برنامج التعليم العالي، مو هالشكل؟ لا احنا تابعين للجنه العليا لتطوير التعليم العراق. يختلف عن طلاب البعثات، يعني وضعكم يختلف عن طلاب البعثات الخارجيه اللي تغادر او اللي يتم بعثها من قبل وزاره التعليم. يختلف عن والله يا استاذ احنا وضعنا يختلف بس بالاسم، لانه احنا يعني قللوا رواتب الوزاره، قللت رواتبنا، القوانين اللي جتهم تنطبق على الوزاره تنطبق علينا، لكن الخدمات اللي تصير لنا للوزاره ما تصير لنا. ايش قد قللوا رواتبكم؟ ايش قد قللوا رواتبكم؟ نعم استلموا رواتبهم، لكن احنا مشكلتنا انه المصرف التجاره ما يحول لنا رواتبنا زي. بسبب هاي واضح صفانه، ايش قد قللوا رواتبكم؟ اذا اكو مشاكل نعم رواتبكم ايش قد قللوها؟ استاذ هو كانت يعني انا اتكلم عني انا كعزباء،
انه راتب كان 2200 دولار، طبعا هو بالقوه الكفي صار 1750 دولار. يعني انا الشقة اللي انا عايشه بيها غرفه واحده اللي انا 780 دولار. تقدر تتخيل البقيه اكل نقل اضافه الى كتب يعني مستجدات. يعني قبل اتذكر قبل اسبوعين يعني تكلفه علاج سن ضفتي كانت 200 دولار بس. زين زملائك سفانة، بس اعطيني مجال شوي، زملائك اللي يدرسون وياك بالولايات المتحدة المبتعثين من قبل الحكومة العراقية لكن من خلال وزارة التعليم مو من ضمن برنامجكم، دي يستلمون رواتب؟ دا توصلهم رواتبهم؟ نعم دا توصلهم رواتبهم كل شهر وبوقت محدد. زين شلون ذولاك دا توصل لهم رواتبهم من العراق للولايات المتحدة وانتم موجودين بالولايات المتحدة وما دا توصل رواتبكم؟ يعني شيء ما مقنع. والمفروض هذا السؤال مو إلش طبعا، المفروض هذا السؤال الست حمدية جاف مديرة مصرف العراق التجاري وكنا متفقين وياها انه تظهر ويانا ايضا بالبرنامج عبر الهاتف، لكن دا نتصل عليها ومدى تجاوب الظاهر ما عندها اي تبرير. طبعا استاذ، هو احنا انا السؤال الوحيد لها او للجنة، يعني هي هم هسه انه احنا كطلاب نريد نسألهم سؤال واحد، يقدرون يحاولوننا رواتبنا كل شهر بوقت محدد، خلينا نقول مو يوم محدد، خلينا نقول اسبوع محدد، احنا نعرف هذا الاسبوع راح توصلنا به الرواتب لو لا. اذا ما يقدر مصرف التجاره العراقي على هاي الاليه يقول للجنه يابا انا ما اقدر وما اقدر انه انا احول لكم الرواتب، خلي اللجنه تشوف لنا غير حل، تلجا للطريقه اللي لجأت لوزاره التعليم العالي، او اذا اللجنه ما تقدر تلجا لاي حل تحولنا للوزاره، لانه احنا وضعنا ومستقبلنا مجهول. يعني حرام طالب كان عايش معزز ببلده، اكيد كان معزز ببلده، لو مو كان معزز ببلده ما طلع من الاوائل يروح هناك بالدول الاجنبيه حتى نرفع راس بلدنا، احنا نقوم احنا نبل. خلينا شكرك صفانة محمد، طالبه عراقيه مبتعثه للولايات المتحده، والقضيه هي مو قضيه المصرف العراقي التجاري، المصرف العراقي التجاري شنو؟ طلاب عراقيين مبتعثين للخارج متفوقين دي يحصلون شهاده الدكتوراه حتى يرجعون للبلد يبنون هذا البلد، والله المصرف العراقي التجاري تي بي اي عنده مشكله ويا المصارف الوسيطه، يا مشكله ويا المصارف الوسيطه، اقلبها للدنيا قلاب، وليش نخفض رواتبهم وبالمقابل يعانون الامرين، يعانون الجوع وقله يعني قله والحاجه، ويعانون بالنقل ويعانون بالأكل وبالشرب وبالملابس، وبالمقابل ما شاء الله الوفود العراقية للدول 7-7 صار مؤتمر هذا قبل كم يوم بعمان، 7 وفود عراقية ما 8 وفود عراقية وما أعرف إيش قص صرفوا هاي الفلوس، أحسن ما أصرفها على الوفود وغداهم وعشاهم ونستهم بعمان، أشيلها وأطيها للطلبة المبتعثين للخارج اللي يدرسون من أجل أنه يحصلون على شهادة الدكتوراه حتى يرجعون يبنون بلدهم، أفضل من هاي الوفود الراحة العمان والغير عمان وراحتها متأكد أنا بدون فايدة، والكل متأكدين أنه راحة هاي الوفود بدون فايدة. مشكلة بسيطة، طلاب عراقيين مدى يستلمون رواتبهم من شهرين ونص، بالتالي هذا الطالب أنا متأكد مدى يقرأ وما مركز بقرايته، واحتمال حصير له مشكلة بتفوقه بنجاحه، وحلها جدا بسيط، بعثولهم فلوسهم اللي خفضوها. أما إذا أكو مشكلة ويا المصارف الوسيطة فحلوها، فهي مو قضية صعبة. على أي حال هي مشكلة تضاف إلى المشاكل الكثيرة المتراكمة واللي دائما نحكي ونقول نتمنى أنه تنحل عن قريب. هسه إحنا ما نحكي عن داعش وما عدنا سلاح وقلة السلاح وانسحب الجيش وراحت القوات الأمنية وإجا الحشد الشعبي، طلاب دي يدرسون بالخارج دزولهم فلوسهم لأن عيب، وصلنا مرحلة يعني عيب، يعني صارت السالفة مخزية جدا مخزية جدا جدا. على أي حال كان هذا موضوعنا الأخير مشاهدينا، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، إلى اللقاء.